اهلا بحضراتكم مره اخرى مولانا الاستاذ ايهاب كان بيقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقتني كلب وايه حرمته ان الواحد يكون عنده كلب في البيت يعني؟ النبي عليه الصلاه كان مقتني كلب وهو اللي كان موجود تحت السرير لما سيدنا جبريل نزل. آه بنقول لاخ ايهاب بغض النظر عن اي حاجه فلسفيه الملائكه مش بتحب تدخل عندك كده بس وخلاص هو كده يعني هو ك... طب انا أعمل انا م. انا ولا هو ولا اي حد في الدنيا يعمل ايه ده خبر غيبي ليه والحكايه والروايه وكذا الى اخره الاجابه ولا انت عارف ولا انا عارف ولا حد عارف هو ليه الملائكه بتنفر من بعض الاشياء في حاجات مبرر منها الرائحه اللي ألف الشيخ جعفر الكتاني شفاء السقام فيما ينفر الملائكة الكرام. جاب 13 حاجة كلها موجودة في الأحاديث من ضمنها الدم، من ضمنها النجاسة، من ضمنها الريحة الوحشة، من ضمنها المخاصمة لما يكون أهل البيت متخاصمين والملائكة تيجي كده تشوف البيت ده ها في خصام كده تاخد بعضها وتمشي، تمام. من ضمنها التمثال الكامل. اللي كان بيعبد ده أيوة. من ضمنها الكلب من ضمنها وهكذا مظبوط يا مولانا فانا عايز اقول له انه دي, دي خصائص الملائكه السؤال الثاني النبي عليه السلام لما آآ 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 يعني وجد ان الملائكه هتعطل ما كلف به من من تبليغ الوحي ان الكلاب هتعطل هذا فقال خلاص اقتلوا الكلاب مم. فنزل جبريل فورا قال له اوعى تقتل الكلاب يبقى واقف يبقى جبريل واقف مع الكلاب اهو مش ضدهم ده واقف معاهم ليه خلق, من خلق قال من الله. انهم اهو نفس الكلام انهم امه من الامم سبحان الله يعني تعمل اختلال بيئي الله. بيئي الله سبحانه وتعالى عمل هذا الحيوان اللطيف الخفيف الجميل اللي هو ابن المرزبان ألف فيه كتابا فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب صحيح والله الكلاب دي صحيح فيها وفاء صحيح. فيها 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 مروءه فيها شهامه طبعا. فما تقتلهاش م. فقال لهم انا كنت امرتكم انكم اوعوا واخد بالك ازاي فدي حقائق غيبيه حقائق غيبيه لا. يبقى اذا ابدا احنا ما, ما يجراش حاجه م. طيب نجاسه الكلب الكلب طاهر عند الامام مالك لان كل حي طاهر يبقى تحقق لنا كل هذه المسائل اجاز النبي صلى الله عليه وسلم كلب الحرف وكلب الزراعه وكلب الحراسه وكلب الصيد وكلب وهكذا ولذلك فما فيش مانع من تربيه الكلاب ولكن لما تيجي تصلي اقفل عليك قطه بس وخلاص طب بحيث الكلب ما يدخلش وهو وهو بيصلي اوضه النبي مرة. كانت 3 متر ونص في 3 متر ونص عليه الصلاه والسلام طيب ماجد بيقول 55 من آل عمران آه آه. آه اللي هي وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه اللي يتبع منهج سيدنا عيسى كما انزله الله اليه هو فوق في المكان والمكانه الذين كفروا ولم يتبعوا سيدنا عيسى في هذا واخد بال ازاي القضيه واضحه جدا مم. ربنا أوحد سيدنا عيسى عليه بمبادئ الحب مم. اللي اللي اتبعوه في هذا الحب تملي هم مرفوع القامه ضد من من كفر من 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 اشاع في الناس الكراهيه مم. واشاع في الارض الفساد نعم بيقول اختلاف النية يعني هو دلوقتي كان بيصلي السنة واحد وراه جه يصلي الفرض ولا حاجة ولا تعلي صوتك ولا ولا أي حاجة كمل وصلاته صحيحة وصلاتك صحيحة أنت هتكمل ركعتين هتسلم وهو هيقوم يكمل اتحاد نية الإمام والمأموم ليست شرطا في صحة الصلاة يبقى إذن هو بيصلي سنه انا بصلي فرض انا بصلي فرض هو بيصلي سنه انا بصلي سنه هو آه. بيصلي مغرب انا بصلي قضاء وهو بيصلي بيصلي فرد اداء مثلاً. آه. و او العكس آه. كله صح آه. اختلاف السنه اختلاف نية. النيه لا يفسد الصلاه جيان بتقول هل يجوز اخذ جزء من الأط... من الزكاه اعمل بيه اضحيه لا الزكاه م. دي فرض لازم توصل في ايد الناس م. تمام الاضحيه تمام. دي سنه ايوه <applause> الست نادية بتقول إنو ابنها في أمريكا في أمريكا وعايز يعمل ويسوي وكذا وفيه في الاتصالات كده ده إحنا في مكة كده بقى إحنا في مكة أو في الحبشة حيث, حيث أن العقود الفاسدة حلال في تلك الديار ممكن تبقى حرام في مصر هنا لكن هناك ما دام النظام بيبيحها وبيتيحها تبقى حلال وهذا مذهب الحنفيه يعني هيشتغل في محل او هيبقى محله بيبيع خمور في الحاله دي بس هو ما يشربش هو مش هيشرب اه هو بيصلي ويصوم وكل حاجه حلال عن هذا آه ولكن العربيه بتاعته بتنقل فمن ضمن النقله خمره ينقلها المحل بتاعه بيبيع فمن ضمن البيع خمره ولا يبيعها لمسلم يبيعها لمن ارادها من الخلق نعم نعم اشكرك يا مولانا جزاك الله خير بارك الله في فضلكم والشكر موصول لحضراتكم نراكم إن شاء الله في حلقة جديدة إلى اللقاء